أهلاوية عين فلاتة أيمن. الأهلي الآن يضغط، يلعب كرة صريحي سلطان، استلام داخل ال 18، محاولة وتسديدة، جول! نعم هدف أهلاوي، سلطان الصريحي يسجل هدف أول لمصلحة الأهلي، هدف أول لمصلحة الأهلي عن طريق سلطان الصريحي اللي يتقدم للأهلي مع دقيقة 33 من الشوط الأول، وبالتالي الأهلي يشعل هذه المواجهة ويتقدم بالهدف الأول. يلا ركز ركز، 1-0 سلطان الصريحي يتقدم للأهلي في هذه اللقطة. شوف سلطان الاستلام والكرة، والكرة اللي كان محظوظ فيها المهاجم سلطان الصريحي عبد الله، بكرة ارتطمت بسلطان ولكن وصلت للمرمى، وبالتالي تهتز شباك محمد العتيبي ويتقدم الأهلي بهدف مقابل الهلالي. بينما النصر أنهى موسمه في المركز الرابع بتسعة و50 نقطة. النصر كان بطل الدوري في 2018-2019. هنا محاولة تزيد، محاولة، جول 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 نصراوي عن طريق الهداف فهد الزبيدي، يسجل هدف التعادل سريعا في مجريات الشوط الأول. ذكرت وتحدثت أن النصر راح يبحث عن ردة الفعل بشكل سريع في هذه المواجهة، وفهد الزبيدي نعم يصل إلى 7 أهدافه في الدوري ويسجل هدف التعادل. وهذه اللقطة وهذه التسديدة، شوف الكرة ونعم وضعها بهذه الطريقة، يا سلام يا سلام يا سلام على فهد الزبيدي وحده باليسار بهذه الطريقة وبهذه الفرحة. فهد يعود بالتعادل لشباب الأهلاوية، الانطلاقة والمحاولة والنقلة أمامية. عبد العزيز فرج، ممتاز عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الله، في الجهات اليمنى مع الفريق النصراوي صاحب الرقم 14 اللي يتواجد كظهير أيمن. الكرة في الجهات اليمنى، مهند مندو، مهند استلام، مهند بالمهارة ربما يمر، مهند بلمسة، يا سلام في مكان مر وتسديد في المرمى، جول! عبد الهادي القحطاني يسجل ثاني أهداف النصر وبشكل رائع وبشكل مميز، هذا اللاعب الواضح عبد الهادي القحطاني. ولكن يا سلام يا مهند مندو، يا سلام يا مهند مندو، لمسة ممتازة إلى عبد الهادي القحطاني، مر في الأولى وسدد في الثانية، وبالتالي أتى النصر بهدف التقدم، بل راح تكون أجمل نهاية في الشوط الثاني بهذه الطريقة وبهذه الصورة. عبد الهادي القحطاني مر بلقطة ممتازة، وبالتالي اتخذ القرار وسدد الكرة ويتقدم النصر بهدفين لهدف. إذن 2 مقابل الكرة أمامية لمصلحة النصر عند فهد الزبيدي، هذه خطرة لمصلحة النصر عند الهداف فهد. فهد يا سلام، عرضية في مكان، والكرة لمصلحة البديل المطيري في الخلف، فرج أمامية، تقدم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، فواز المطيري البديل 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 مع أول لمسة ومع أول هجمة لهذا البديل اللي يسجل الهدف الثالث والضربة الثالثة لمصلحة النصر. البديل البديل يسجل هدف ثالث، دكة البدلاء أتت بالأخبار يا إيفو، وبالتالي نعم يسجل فواز المطيري الهدف الثالث لمصلحة النصر. شوف المرور وشوف اللقطة والتسديدهم في المرمى الصعبة على الحارس، وبالتالي عبد الله عبدو نعم تتلقى شباكه ثالث أهداف فريق النصر في هذه المواجهة. ولكن يا سلام على الهدوء وعلى المرور وعلى اللمسة الرائعة من فواز المطيري، وبالتالي أصبحت الأمور صعبة على سالم السويد.
هناك ورقتين راح تحضر من جانب النصر، بينما الأهلي تغيير وحيد فقط حتى الآن. نايف بكري هو من حضر في الشوط الثاني، محاولة ياسين سبيدي، ياسين بلمسة يتقدم عبد الله مسعود في مكان والتسديدة والمحاولة، جول 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 أهلاوي، عبد الله مسعود يسجل، عبد الله مسعود يسجل الهدف الثاني لمصلحة الأهلي. الأهلي كان قريب من هدف ثاني من خلال الدقائق الماضية، وصل في أكثر من كرة، هدد في أكثر من لقطة، تألق الحارس محمد العتيبي، ولكن في هذه اللقطة استطاع الأهلي أن يسجل الهدف الثاني عن طريق عبد الله مسعود. شوف التسديدة وشوف الكرة، وبالتالي وصلت إلى هدف ثاني لمصلحة الـ